أخوكم في الله عبد كثير المعاصي وكريك وكثير الذنوب، ولكن هذا لي ربي ويغفر لي ذنوبي. ولكن أسأل سؤال منكم بس، اليوم على قيد الحياة، والله ما موجوع على أمي، بعيد عن كل شيء، أنا موجوع على أمي يا أخوي. يا ربي بارك لي، نحب دعوة لأمي، قول المخلوق هذا يا ربي يجعل أمه في الفردوس الأعلى، لا أريدها في الجنة. كي نشوف الرجال كيفاش تقضي لماتها وأنا مخذول الكتف يا عباد الله، والله كي نشوفكم تجروا لماتكم، استغل أمك والله، راني نقعد ونرجع لك للأم، استغل أمك والله العظيم، كي نشوف راجل يقضي لأمه قسما بالله كان يضربني بسكينة يا رب. أمه لو كان أمرك بيدي لرفعتك إلى عناء السماء، أمه لو كان أمرك بيدي لزدت وإن كان فيه فنائي. يا صاحبة العطاء، يا صاحبة النبع الصافي، للتي أطعمتني، للتي سقتني، للتي جعلت صدرها مسكنا لي. أمي لا تنام حتى أنام، أمي لا تأكل حتى أكل، أمي لا تشبع حتى أشبع. أمك 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 انزع الغل اللي في قلبك، انزع الغل اللي في صدرك، حب خالك، حب جارك، حب قريبك، حب من ظلمك، حب من ظلمك، حب من ظلمك يا مؤمن، حب من ظلمك واصبر على أذى. حب دولتك، حب بلادك، حب سائر الدول الإسلامية. إيديك فاك من الدعاء يا رب، اعطيني ناكل، اعطيني نشرب، اعطيني نكرم. صلى الله على وحد الأمة. ونسأل كما سأل النبي جبريل، قال له يا جبريل الآن في سكرة الموت، قال له الآن الآن أدني مني يا ملك الموت. لكن قبل ما يعيط لملك الموت قال؟ قال له يا جبريل من لي أمتي من بعدي، يا جبريل من لي أمتي من بعدي. يا رسول الله أمتك من بعدك تشتتت تفرقت، نسأل الله أن يجعل لنا من يوحد الأمة، نسأل الله أن يجعل لنا من يوحد صفوف الأمة. والله لن يجمع الأمة إلا رسول الله، جمعنا هو حي ويجمعنا هو ميت، جمعنا هو حي ويجمعنا هو ميت. والملائكة يصلون على النبي ونمت، متى نصلي على رسول الله؟ بالله عليك يا رجل، مش نصلي على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، لا 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 لا، أعيدك يا رسول الله ببر الوالدين، هاي صلاة على رسول الله، أعيدك يا رسول الله بجاري، نعيدك يا رسول الله بأمي وبابا وبخالي، أنا أمي في هذا الزمان بعد ما تكبرني وتبدأ في السبعين وثمانين سنة، أحلى هدية نعطوا يالا في الزمن هاش يقولوا، ونقولوا الشايب ونقولوا العزوز. أليس بالحق أن نعيط له يا قمرة؟ أليس بالحق أن نعيط له يا نجمة؟ أمي الغالي اللي ربيتني وكبرتني، آخر من هدية ليش نقولها ها العزوز ويني في الدار؟ أمه لو كان أمرك بيدي لرفعتك إلى عناء السماء، أمه لو كان أمرك بيدي لزدت وإن كان فيه فنائي. يا صاحبة العطاء، يا صاحبة النبع الصافي، للتي أطعمتني، للتي سقتني، للتي جعلت صدرها مسكنا لي. أمي لا تنام حتى أنام، أمي لا تأكل حتى أكل، أمي لا تشبع حتى أشبع. أمك أمك أمك. ومن بعد يجي يقول العزوز هذا هو ما معنى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خوي المسلم نصلي في نفس المسجد وما يكلمنيش،
ايش قال عليك؟ هو عنده عقيدة وانا عندي عقيدة، نصليه في المسجد وما نتكلموش. جارك نحن ناكل وهو يبات جيعان، اخواننا في كل بقاع الارض مجازر وقتلى وفرقة، وانا نسأل كما سأل النبي جبريل، قال له يا جبريل الان في سكرة الموت، قال له الان ادني مني يا ملك الموت. لكن قبل ما يعيط لملك الموت قال؟ قال له يا جبريل من لي امتي من بعدي، يا جبريل من لي امتي من بعدي، يا رسول الله امتك من بعدك تشتتت تفرقت، نسأل الله ان يجعل لنا من يوحد الامة، نسأل الله ان يجعل لنا من يوحد صفوف الامة. والله لن يجمع الامة الا رسول الله، جمعنا هو حي ويجمعنا هو ميت. بالله عليك بالله عليك احلى صلاة على رسول الله الان، انزع الغل اللي في قلبك، انزع الغل اللي في صدرك، حب خالك، حب جارك، حب قريبك، حب من ظلمك، حب من ظلمك، حب من ظلمك يا مؤمن، حب من ظلمك واصبر على اذاه، حب دولتك، حب بلادك، حب سائر الدول الإسلامية. ادعي كفاك من الدعاء، يا رب اعطيني ناكل، اعطيني نشرب، اعطيني نكرم، سأل الله ان يوحد الأمة، يا رب يجعل في هؤلاء من عيني تظرف، ويسأل الله يستجاب للدعوة، لا نريد شيئا الا تجميع الأمة يا رب العالمين، يا رب واحد صفوف الأمة، شباب الأمة ضاع، فتيات الأمة ضاعت، وبياتنا في دار العجز، أمتنا في دار العجز، والفرقة ضاربة، ونحن لازلنا نتكلم. اللهم صل على سيدنا محمد، لا تنام يا راجل إلا وتأتي بركعتين، وتسأل الله أن ينصر الأمة، أن لا يريك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله رؤية المصطفى، صلى الله يا غالي رؤية المصطفى، هو شفيعك يوم القيامة. تدري، أسألك سؤال، تدري لما خلق الله رب السماوات والأرض رسول الله؟ أتدري يا غالي؟ خلقوا لي أمران، أنه أدى الرسالة، والثاني أنه باش يكون محاميك يوم القيامة. محامي من؟ هل هو محامي الأنبياء الذين هم في يزفون إلى الجنة؟ هل هو محامي أبا بكر وعمر وطلحة والزبير والنعمار؟ لا، هو محامي العصات اللي مثل حالي. رسول الله هو محامي العصات حالي، ولسوف يعطيك ربك يا رسول الله فترضى، ولن يرضى رسول الله واحد من أمته في النار. كيف لا أستحي من حب النبي؟ كيف لا أستحي من شوق إلى رسول الله؟ كيف لا أستحي من حب وشوق إلى الحبيب؟ اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا مولانا يا مجيب الدعاء، هذا حالنا وحال أمة حبيبك، ربنا طرقنا الأبواب فعدنا خائبين، ولم يبقى لنا إلا بابك، فلا تحرمنا عن جنابك، أجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، اللهم نسألك أن توحد صفوف الأمة، يا ربي نسألك شباب الأمة، يا ربي نسألك مرضى الأمة، يا ربي نسألك أمهات الأمة، يا ربي نسألك آباء الأمة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم أسألك أن ترحم أمهاتنا وترحم آباءنا. اللهم إن كانوا على قيد الحياة فالبسهم يا مولانا لباس الصحة والعافية يا ربي، وإن كانوا تحت التراب نسألك أن تصب عليهم من رحمتك صبا. اللهم أمر قبورهم، اللهم وسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نسألك بناتنا، اللهم نسألك الحجاب يا رب العالمين. استر بناتنا، استر بناتنا واحفظ أبناءنا. اللهم اجعلهم قرة عين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة عين يا كريم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا يا ربي، نسألك نساءنا يا ربي، نسألك نساءنا. اللهم كما زوجتنا بهم في الدنيا زوجنا بهم في الآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تركنا بلادنا، ربنا تركنا أموالنا، ربنا تركنا نساءنا وأرضنا وأرزاقنا، وجئنا لبلد حبيبك يا ربي، لا ترجعنا خائبين. اللهم تقبل زيارتنا، اللهم اجعلنا من الغانمين واجعلنا من الفائزين يا ربي. نسألك أن تعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا رب العالمين، من لأمة حبيبنا سواك يا رب العالمين. اللهم من يكيد للأمة فاجعل كيده في نحره يا كريم يا حي يا قيوم يا رب جبرائيل يا رب إسرافيل يا رب السماوات يا رب الملائكة. نسألك الأمة، الأمة نسألك مرضى الأمة يا رب العالمين، نسألك مرضى الأمة يا رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين. يا رب يا رب، القلب يهل لما نرى الكعبة في هذه الحال يا رب العالمين. يا رب الشوق للمس الكعبة يا رب العالمين ليست بعبادة، ولكن يا رب نراها وكأنها حزينة على الأمة. يا رب سنتان الكعبة مهجور يا رب العالمين. يا رب نسألك أن تعيد الكعبة لحالها. يا رب نسألك طواف الجماعة يا رب العالمين. يا رب نسألك طواف الجماعة وزحام عند الطواف وزحام عند الصفا والمروة يا رب العالمين. يا رب نشتاق للمة في المسجد الحرام، يا رب نشتاق للمة في المسجد الحرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا في الختام أقول، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا من أبنائنا بعيدا عن الدين وعن الصلاة إلا للصلاة، للصلاة أحببته. يا رب حبيبك يوصف الصلاة، الصلاة 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 يا أمة محمد، صلاة الفجر يا أحباب رسول الله، يا أحباب رسول الله صلاة الفجر يا رب العالمين. اشفي مرضانا وعافنا في مبتلانا. اللهم نسألك أن تنزع الغل من قلوبنا، اللهم نسألك أن تنزع الوهن من صدورنا يا أرحم الراحمين. اللهم ابلغ سلامنا إلى كل من أمرنا بالدعاء وأمرنا بأن نسلم على رسول الله. السلام عليك يا رسول الله من سائر الأمة الإسلامية يا رب العالمين. السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله من سائر أحبابك في الأمة الإسلامية يا رب العالمين. بالله عليكم في الختام أود أن أقول لي ولكم، أخوكم في الله عبد كثير المعاصي وكريك وكثير الذنوب، ولكن هذا لربي
هو يغفر لي ذنوبي، ولكن أسأل سؤال منكم بس. اليوم على قيد الحياة، والله ما موجوع على أمي، بعيد عن كل شيء أنا موجوع على أمي. يا أخوي يا ربي بارك لي، نحب دعوة لأمي، قول المخلوق هذا يا ربي اجعل أمه في الفردوس الأعلى، لا أريدها في الجنة. سأل الله يا عباد الله، راني كنشوفكم كل مرة ونجي للعمرة، كنشوف الرجال كيفاش تقضي لماتها وانا مخذول الكتف يا عباد الله، والله كنشوفكم تجروا لماتكم. استغل امك، والله راني نقعد ونرجع لك للام، استغل امك والله العظيم، كنشوف راجل يقضي لامه قسما بالله كان يضربني بسكين يا رب، بالله عليك بالله عليك. واللي امه اللي امه مشات يا اخو، اي امراه مسنه ويتخذها كانها امه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا ننسوا ان نسال الله ان يحفظ بلادنا، نسال الله ان يحفظ بلادنا تونس، نسال الله ان يحفظ بلادنا تونس، نسال الله ان نحفظ بلادنا تونس، ونسال الله لمن تسبب في جمعنا في هذا المكان المبارك العظيم، ونسال الله الخير لسائر الدول الاسلاميه يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله، اني احبكم في الله يا اخواني، وصار ربي يتقبل مني وبكم سائر الاعمال.